لكن النازل هم اللي بيضيعوا الدعوة. تقدر ترد على صوفي يقول غير الله بيخلق، يقول غير الله بينزل المطر، يقول الله عنده شركاء، تجي ترد تلقى لابو دقن واقف بينك وبينهم. طير يا أخي طير، ما تقف بينه وبين النازل، عشان ما تضطرانا إنه نكشفك، ما تضطرانا إنه نكشفك بوسائق ونكشف دعوتك الباطلة الحزبية المريضة البدعية بوثائق. يا أخي أكثر وسيغة من إنك خطيت يدك في يد الصوفية تاني داير الوسائق، بس كده كده فهموني انتو، أكثر من تخطي يدينك في يد الصوفية. اللي بيقولوا غير الله بيخلق ديل، واللي بيقولوا غير الله بيقول للشيء كن فيكون، تاني انت ما داير لك رد. لكن في ناس عندها مصالح، مصالح. واحد عشان يجيب في الشهر 1,700,000 يكذب على الله والله العظيم. ومنو اللي انا قاعد يتكلم في العلماء؟ سؤال، منو اللي بيشتم شيخ ربيع؟ ما الحزبيين ديل ذاته؟ منو اللي بيشتم الامام مقبل؟ ما هم ديل ذاته؟ خلي العلماء يا اخي، منو شتم الصحابه؟ ده منو ده؟ ده منو؟ والقال ما بتوب لما رد عليه الفوزان مرتين. المره الاولى قال اما هذا الرجل اما جاهل واما متسرب من الشيعه، والمرة الثانية الفوزان قال هذا ضال مضل، انتهى الموضوع. ورد عليه العلامة محمد بن هادي، ورد عليه عبيد الجابري، والعلامة العباد الكبير محدث المدينة وغيرهم. ردوا على الباطل ده يا اخي ونبذهم كلهم، نبذهم ولا ما نبذهم؟ نبذهم مدخلي ولا مخرجي. وقال الفوزان عنده بكفر بدون عذر بالجهل، وكذب على العلماء. لكن ده ما غريب ليه زول يسب الصحابة بالليل وبالنهار ويجي يقول لنا انتوا بتسبوا العلماء يا كذابين يا محتالين، انتوا شافكم بيسب الصحابة وقال ما بتوب. طب عادي تحلها كيف انت؟ والعلماء ردوا عليه، ما نحن، الإمام الفوزان رد عليه، ما نحن، شيخ عبيد الجابر رد عليه، ما نحن، شيخ عبد الرحمن محي الدين قال هذا شيطان. أهرايك شنو انت؟ نحن اللي قاعد نسمع كلام العلماء، ما هؤلاء. ديل عندهم الحزبية أول، بعد ذاك الدليل، أول شيء الحزبية. فينظروا للدليل، إذا وافق حزبيتهم وهو لا يوافق، لكن بأفهامهم المخلوطة، إذا رأوا بأفهامهم المخلوطة أنها توافق حزبيتهم أخذوا بطرف الدليل. إذا رأوا أنه بخالف بيدعوا برا، تقول لي قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، أقول لك شيخنا فلان قال. وانت فرقك من الصوفية ما كثير شديد، يعني في فرق لكن ما كثير شديد، لأنه بقي التواليو. وربنا لما يتكلم عن المشركين من اليهود والنصارى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الليلة الصوفية في البلد دي بقى الصوفية تأخذ من كتب ابن تيمية ويبتر كلام ابن تيمية، تأخذ من كتب العسيمين ويقطع كلام العسيمين، من ابن كثير ويغير كلامه. الصوفي بقى الآن يقول لك قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء كده الصفحة 300، قال فلان الجزء 4 الصفحة 200. خلينا نرد عليهم يا أخي، ما تعكر مزاجنا. يومتى مشينا الحصحيصة بلغوا فينا الجهات المسؤولة، ديل الحزبيين ديل ذاتهم لغوا المحاضرة، مشينا أبو زبد عشان نرد على الرافض الخبيث عيسى المدني اللي بيسب السيدة عائشة، اللي بيقول بتحريف القرآن وغيره. الحزبيين ديل مشوا بلغوا فينا، لغوا المحاضرة، مع إنه المحاضرة كانت على الشيعة والرافضة. ده الحاصل يا ناس، بيضطرونا اضطرار اضطرار انه نتكلم عنهم. انت اصلا فيك فايده وعندك فهم في راسك ده كان تقوم تتكلم عن الصوفيه. يا اخي نحن كعبين، مش قلت بنسب العلماء حقنك؟ خلاص قول بنسب الاولياء بتاعينك ذاته مثلا، يعني ما هو فضل الا تقول ده الاولياء. قول اكعب نحن ولا البرعي؟ كده سؤال. لا يمكن يكون خطبه العيد في قرى كثيره عنده عاده التوحيد معنا البرعي، اللي بيقول في كربك أنده بتغيث الجنده
اللي بيقول قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. يا له من عارف كاسي. اللي بيقول دعني أصاحب سادتي وأماشي، كلام البرعي، دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم دوما طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، يعني خاشع. ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاشي. كفر، كفر أكبر مخرج من الدين، ده كلام البرعي. عليكم الله الأولى ده ولا الأولى نحن بالكلام؟ كده سؤال. نحن كعبين طب الأولى يا تو، عشان أوريك إنه الناس زي ما عندهم دعوة صحيحة، دي ما دعوة صحيحة. وبدل ما تدافع عن شيوخك الليل والنهار، دافع عن حق الله. أربع دقائق، أربع دقائق بس. عندهم منابر، عندهم قنوات في التلفزيون، دعايات، شيبسي بالفلفل الحار، وشيبسي بالبطيخ، وشيبسي بالشطة، شيبسي في عينك، شيبسي بتاع شنو؟ يا أخي اللي زارك مادينه قناة أم درمان كان قبل ما يطفش يمشي أمريكا، بيقول غير الله بيخلق في التلفزيون، والله في التلفزيون، ودي عقيدة أسوأ من عقيدة إله بذاته، لأنه ربنا قال عن أبو لهب والمشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ده الصوب اللي زاري قال غير الله بيخلي أكعب من المشركين الأوائل. تفتح قناة أنصار السنة بغادي عاملين برنامج عمول حلو الريق، والله الذي لا إله غيره. تعرف مول حلو الريق؟ مولا حلو الريق، نحن بنسميه الريق. المهمة في رواية مولا الورق، شفت كيف؟ عاملين برنامج عن ملاح الورق، فوائده وانه لونه اخضر وما عارف شنو. ده البشر يعني، هذا شنو؟ انا ده رفهم. ادونا القناه دي بتاعتهم دي ربع ساعه، شوف كان ما رئيس امريكا ده يتلب جاينا ربع ساعه بس، ربع ساعه برأي الدقيقه الاولى، نشوف بعداك الكباشي والخنجر والمكاشفي، ونختمها بزيت قطب ونجوط الشغله دي مره واحده. ده الدين، ده الدين. في نبي كان بيشرح مولى حلو الريق؟ في رسول جاب مولى حلو الريق؟ طيب دي ما دعوة الرسل، دعوة هؤلاء، دعوة هؤلاء. والله الآن الموجودة دي، دي ما دعوة الرسل. زمان كان في دعاة نحسبه مخلصين وشيوخ ماتوا كانوا شغالين توحيد، صحيح صحيح نحسبهم والله حسيبهم، لكن أنا بتكلم عن ديل، دكتور مين والمدينة، ودكتور مين جاي من المدينة، ودكتور مين يجي يلقى جامع نص مشركين، قول له محاضرة عن آداب طالب العلم. آداب طالب العلم وين؟ وده المسلمين كده أول حاجة، كده أول حاجة نحن ندخلهم الإسلام، دخلوا تب بعد ذاك نعلمهم تفاصيل التوحيد، تعلموا تب بعد ذاك نجوب آداب طالب العلم. فليكن يا معاذ أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله.